لك أمل نظراتك سند وتحدي بس منظرنا هو المصدي ممنوع تشاركي أو تحكي بنحارب بعض جواتنا حتى تفتتت المعدي فهاتي ورقة للنعي أنعى فيها كل سعي ضمن سياقات أسأل فلاسفة الوعي لازالت حصون الجهل مستقيمة في الدعوة ولازالت حرياتنا مقامات للنعوة أنا مش شايف نظرات السود عمت لقلبي تحمي كل الأشخاص بدائرتي وأشخاص الحولي خوف يخدوهم لتصريح حر أو كلمة ختيار بعمر العشرين بحكمة كهل 40 فليش لعيش دور القتيل ما فيش سبيل ببدل قول وبستقيل العيد نظام لو كرت فريش عملنا اطباق من خيط مصيص اطلع هالهوى خلف السيج بصدري ألف نشيج وألف نشيد أنا جيل نزيل بوطنه مستحيل سمينا جيل الخضة بكرة بننحسب بالفرد أو ننحسب على القرطة مش رح ننحسب على الحزب ولا رح ننحسب على السلطة من أجل كيلو مترات استصدارنا للتصريح وعي خاضع للتشريح متى حاجز صاير معبر الوعي بيحتاج زلازل وفحص بقياس ريختر وعينا جزر مفرقة وجثث مفرزة أفيا حكم المفرزة كيف يجمع الوعي إذا اقتطع اقتطاع ومتى يجمعنا الزرع والتخطيط والصناعة فليش لعيش دور القتيل ما فيش سبيل ببدل قول وبستقيل لعبنا الضوم لو كرت فريش عملنا اطباق من خيط مصيص اطلع هالهوى خلف السيج بصدري ألف نشيج وألف نشيد أم فليش لعيش دور القتيل ما فيش سبيل ببدل قول وبستقيل لعبنا الضوم لو كرت فريش عملنا اطباق من خيط مصيص اطلع هالهوى خلف السيج بصدري ألف نشيج وألف نشيد أنا جيل نزيل ليش جنب أنا جيل نزيل.